من الأخبار الجميلة اللي بقول لحضراتكم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 المقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وقال الرئيس خلال كلمته ضمن جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ أن منتدى الغاز للشرق المتوسط والجهد الذي تبذله مصر مع شركات البحث والتنقيب سيكون لها الحسم في قيام المنتدى بدوره للتخفيف من آثار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. التعقيب عقبتم بأن الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن توفر حلولا، وما نراه الآن أن لبنان وإسرائيل تعمل على المنطقة الاقتصادية حيث أن الطاقة من الممكن أن يكون جسرا للتعاون الممكن في المنطقة. إذن ما هو ردكم؟ الأول إن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في مصر وفي النسخة السادسة للمؤتمر، وأتمنى لكم التوفيق. وأنا عايز أقول لك إن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه. كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرته او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله تانية وهذا الغاز يصل الى اوروبا، اتصور ده هيقلل من حجم الطلب او حجم الضغط الناتج عن الازمه الروسيه الاوكرانيه. خلينا نضيف نقطه ثانيه واختم بها. يعني انا عايز اقول يعني اصدقائنا الشركات الكبيره والشركات اللي بتعمل في هذا المجال، تاثرتم كثيرا بالانطباع عن فكره الطلب على الغاز والطاقه خلال السنوات الماضيه، وده اثر على حجم الضخ او حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقة الأحفورية البترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب، وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء أزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة. يعني ده معناه إن احنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع، واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة. شكرا جزيلا. مهم جدا ان احنا عارفين نعرف ان في خطوات مصر بتقوم بيها بقالها سنوات، والنهارده ان الاوان ان احنا نعي قدر مصر والامكانيات المتاحه والخطوات السابقه التي تؤهلنا لتحدي او لتخطي هذا التحدي. انا معايا على الهاتف المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنه الطاقه والبيئه والقوى العامله بمجلس الشيوخ ورئيس هيئه البترول السابق. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ملف مهم جدا وهو ملف الطاقة، العالم كله بيتحدث عن هذا الملف. النهاردة النسخة السادسة من هذا المؤتمر، يعني مصر كانت خدت خطوات فعلا في هذا المجال أهلتها إنها اليوم في وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تتحدث بقوة وتمكن عن هذا الملف. ياريت تشرح لي هذا الملف من بدايته. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا طبعا كنت حاضر شرفت بالحضور يعني. تمام. وعايز اقول لك حاجه، انا عايز ابتدي باخر كلمه قالها فخامه الرئيس. يعني ايوه، ايه قال اخر كلمه؟ الواقع. يعني اهم حاجه ان احنا نشوف الواقع، يعني نشوف الواقع وقعنا ايه في الطاقه. ايوه مش كده ولا ايه؟ صح. وده اللي دايما انا ملاحظ، يعني طبعا فخامه الرئيس بيقولوا دايما لا تهوين ولا تهويل. لا ايوه، اللي لازم نعرف الواقع عشان نقدر نحل. طيب الطاقة، احنا كمواطنين 100 مليون مواطن، 26 مليون أسرة، الطاقة بتمثل لنا ايه؟ بنستهلك الطاقة على اي شكل. أيوة. بنطبخ، نستهلك بوتاجاز وغاز عشان المنزل، عشان الأسرة. تمام. طبيخ ونظافة، مية سخنة والى اخره، يعني غسيل. طيب يبقى دول اهم حاجة ولا ايه؟ صح، الاستهلاك اليومي. عايزين بوتاجاز وعايزين غاز طبيعي نطبخ بيه وبعدين نسخن ميه وبعدين ده اهم حاجه للاسره يعني. تمام. طيب بعد كده بقى عايزين ايه؟ ننور البيت وننور الشارع وننور الدنيا يعني. فعايزين كهرباء.
يمكن ناس كثيره ما تعرفش ان احنا بنولد الكهرباء بتاعتنا اللي بنولدها اللي هم 200 مليار كيلو وات ساعه في السنه، بنولد 90% منهم بالبترول والغاز. 90%، ما فيش دوله في الدنيا بتعمل كده. عشان كده احنا بنسارع في الزمن عشان نعمل طاقه شمسيه. تمام. لازم يكون ده هدف، ان احنا يبقى بنشوف بدائل للطاقه، نستخدم الطاقه الشمسيه في كل حته نقدر نستخدمها فيها يعني. صح. عشان نخفف على الطاقه الاحفوريه. طيب ايه الحاجه الثانيه بقى؟ النقل. بننتقل احنا في عربيات وبننقل بضايعنا بعربيات. صح. ودي عايزه بنزين وسولار. وبعدين بقى ايه اكتر سلعه احنا مظلومين فيها؟ والحقيقه يعني الحكومه لازم نعترف ان هي مزنوقه فيها جامد يعني، السولار. لان احنا بنستورد كميه كبيره جدا من السولار، السولار دلوقتي بقى غالي قوي عالميا. طب بنستخدم السولار في ايه؟ نقدر نعيش من غير السولار؟ لا. السولار يعني معناها جرار وونش وانشاءات. احنا بننشئ يعني حضرتك عندنا مشروع عملاق اللي هو السكه الحديد، وعندنا المونوريل، وعندنا الانفاق اللي احنا بنعملها عشان ايه؟ عشان نوسع الدنيا علينا. طب يعني هو التحول الى انواع جديده من الطاقه ده مهم جدا في هذا التوقيت. صحيح، هو ده اللي الرئيس قاله النهارده، يعني لازم نفكر واقعنا ايه وامكانياتنا ايه؟ هل عندنا بترول وغاز يكفينا ويكفي ولادنا؟ لا. عايزين مجهود كبير قوي ونستثمر، لان في كمان معتقد خاطئ ان الثروه عندنا من الغاز هي ثروه ضخمه. لا، فده ده لازم برضو يتصحح للمواطن العادي لما يقول لك انا بصححه لحضرتك اهو. اخر تقرير احنا انتجنا السنه اللي جاريه ديت حوالي 70 مليار متر مكعب غاز. بندفع تكلفه عشان نطلع ال 70 مليار دول ويبقى كلهم متر مكعب بتوعنا، بندفع حوالي 6 مليار دولار تكلفه للناس اللي بيساعدونا نطلعهم يعني. خلاص، يبقى عندنا 6 مليار دولار لازم نجيبهم من الاقتصاد يعني. طيب بنستهلك قد ايه غاز؟ بنستهلك 65 مليار متر مكعب. عندنا هامش صغير، انما ده ما يخليناش، لكن ده لا يعطي مصر انها من الدول الغنيه في الغاز. لا. انت عندك غاز ولكن هو ده الواقع اللي هيسال عليه النهارده. الواقع، بص الواقع. يبقى احنا ايه؟ بس مش لازم يعني، مش لازم بقى تقول ان احنا ايه، بدل ما عندناش غاز وما عندناش بترول نقعد بقى نقول اشمعنا وحظنا. لا، انا شايف ان مصر وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجه الى المستقبل. يعني الهيدروجين الاخضر من احد الوسائل للتغلب على الندرة في الموارد. الملف ده وصل لفين؟ خلينا قبل الهيدروجين الاخضر اللي هو هياخد وقت شويه واستثمارات كبيره، نقول الطاقه الشمسيه. ايوه، يعني ليه انا انط مره واحده؟ انا بقول لحضرتك انا في الريف، ان شاء الله يوم الخميس الجاي ده بشغل تاني محطه طاقه شمسيه 3 كيلو وات ساعه. 3 كيلو وات بتطلع يعني، تضرب بقى شوف 3 كيلو وات ده القدره بتاعتها. المهم ان انا ايه، انها بتروي 120 فدان الطاقه الشمسيه، حلت محل 12 ترومبه كانوا بيشتغلوا بالسولار. توسع في الطاقه الشمسيه. نعم، ده بساطتها، انها المانيا والدول كلها توسعت فيها. ليه؟ ما لجأتش لمحطات كبيره، ما عملتش محطات مركزيه، يعني محطات متناثره تستخدم في محل توليد الطاقه الشمسيه. على فكره الوادي الجديد، لما تروح حضرتك تزور الوادي الجديد، حاجه اخر جمال، الطاقه الشمسيه هناك ماشيه كويس قوي. بيطلعوا الميه من الابار بالطاقه الشمسيه، بيعملوا وحدات تصنيع لكل اجزاء النخله بالطاقه الشمسيه. يعني هو ده اللي احنا عايزينه. مصر فيها وفره من الطاقه الشمسيه، يعني دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا تاخرنا سنين طويله وكان في معتقد انها مكلفه جدا كصناعه. لكن بعد توطين الصناعه نقدر نتغلب على هذه الازمه من توفير الواح وبطاريات، لان هي منظومه زي ما حضرتك عارف. ده
ده موجودة حضرتك، وفي ناس بتشتغل في العملية دي. وتصور احنا لو توسعنا في الطاقة الشمسية هنعمل وظائف لا تتخيلها. انا روحت شفت هنعمل وظائف لا تتخيلها، الناس اللي بيعملوا الشاسيه والناس اللي بيعملوا الالواح والناس اللي بيركبوا والناس اللي هو من اجمل ما قيل عن مصر اليوم في هذا المؤتمر ان مصر بتقدم البراند للعالم، فده شيء جميل جدا، وده النموذج اللي احنا بنسوقه للعالم عن حضارة مصر ودورها المستمر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، شكرا جزيلا.